مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما كتشوفوا معنا بسبب أشغال القنطرة اللي كيصايبوا فيها في طريق مديونة واللي كان من المفترض أنها توجد في الصيف 2022 كيف ما كاتبين في لي بانو واللي مازال ما وجدتش لحدود الساعة. أنتم كتشوفوا معنا واحد الروينة كاينة هنايا تقاطع ديال المقداد الحريزي شارع محمد السادس طريق مديونة طريق مقطوعة يعني الناس اللي كيقدروش يهبطوا على محمد السادس من الرومبوا اللي كانت في المقداد الحريزي كلشي كيدور على شارع المقداد الحريزي مش ممكن أن نجي للدورة ولا بغي يخرج طريق مديونة القنطرة اللي كيقولوا بأن الأشغال كانت خصها تسالي نورمالمون 2000 في الصيف 2022 ما عرفناش اين الصيف الصيف راه هو هذا ولا زالت الاشغال يعني شوف حتى الطاكسيات البيضين ما لقيتش الأشغال كلها ماشي فقط القنطرة والأشغال مدينة الدار البيضاء كلها الأشغال ما معروفاش حتى غتسالي فقط الناس مدينة الدار البيضاء والمرور راه كتكون واحد الفوضى عالقة تشبه كيدوز لأن أي واحد كيبغي يدوز أي واحد كيبغي يدوز والو إذا تواجد الرجال أمام المهمة بخصوص ما كاين واحد الرومبوا ماشي الدار البيضاء وما كتلقايش فيه هاد الحفير وهاد الاشغال وما كتلقايش عرقال ما كاينش الشارع اللي تلقايه غادي مزيان انتما كتشوفوا يعني حتى الطريق اللي صايبوها هي تحسنت ما فهمتش انا الطريق يلاه تصايبات جديده ما بالك إلا تم استعمال
مشكله كارثي كل سنه. خصوصا هنا تنعرفوا ان مدينه الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه كتكون كتعرف حضره واج كبير، وخصوصا فصل الصيف اللي كيتوافدوا عليها